متزنة. لو احنا عايزين نعيش حياة فيها اتزان وسلام نفسي، لازم نكون عارفين الاركان دي كويس جدا علشان نقدر ان احنا نطورها، وده كله علشان نحيا حياة بقدر المستطاع تكون هادية ومطمئنة، وبالاخص في الاحداث اللي احنا بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها. يعني من ضمن الاخف بالاسباب، ولا منتظر ان حد يرد.
لي الإحسان أو الجميل اللي أنا عملته فيه. فاهمين كلامي كويس؟ تمام، هتبدأ من هنا تغذي روحك إن أنت دايما إنسان متسامح مع الغير، بتعفو لله تبارك وتعالى، دايما دايما ما بتشيلش من حد، إنما هي أيام ونمضي. إحنا كده كده الدنيا أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلذلك إحنا مش عاملين لها قيمة إلا بإيه؟ بعبادتنا لله تبارك وتعالى، حق عبادة بقدر المستطاع. ثانيا، نتعامل بأخلاق ديننا كمسلمين بينا وبين بعض وبيننا وبين غير المسلمين، لازم نتعامل بسلام واحترام وتقدير في الله تبارك وتعالى برضك. ثلاثة، إن إحنا دايما دايما نكون متسامحين مع نفسنا ومع الغير في الله، مش عشان خاطر العباد، نفرق ما بين العبد وما بين سلوكه تجاهنا. في الأول وفي الآخر إحنا عارفين إن إحنا كلنا ماشيين، فمش هياخد إلا عبادة الله تبارك وتعالى وعمل الخير اللي أنا بعملها لوجه الله تبارك وتعالى، والأثر الطيب اللي أنا بسيبه في نفوس الآخرين من بعدي أو في الدنيا وفي الأرض. خلاص، تاني ركن الاتزان الصحي لازم يكون جسدي، اللي هو أمانة عندي، أمانة، حق اندفاع. أنا روحي دي من روح الله تبارك وتعالى، خلاص هي مرتبطة بربنا على طول، لكن جسد ده حقه حسب عليه. هل انت حافظت عليه؟ حافظت على صحتك لوجه الله سبحانه وتعالى عشان دي أمانة، حافظت عليها ولا؟ طب تلعب رياضة ولا لا؟ فإذا لازم ان انت تخلي بالك من أكلك وشربك وطعامك، زي ما رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بعزب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلاص، يبقى إذن نحافظ على جسمنا، نحافظ على اهتمامنا بشكلنا العام. لذلك احنا عشان نحافظ على جسمنا، من ضمن الوسائل دي ان احنا ما نوصلش لحالة الاشباع، نوزع ما بين الاكل وما بين الشرب، وده كله علشان نغذي نفسنا بقى في الثلث الاخير اللي هو بالطاعات، اللي هي نفسه بقى تالت ركن اللي هو ركن الاتزان العائلي. لازم تكون اسرتي رقم واحد في حياتي بعد الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم. خلاص، يبقى لازم تكون ايه؟ عيلتي رقم واحد قبل اي شيء في الحياة. ناس كتير بيقضوا بالخمستاشر ساعة والعشر ساعات بيشتغلوا وسايبين اولادهم، سايبين باباهم ومامتهم، بيتفسحوا مع اصحابهم صحباتهم او قاعدين معهم على السوشيال ميديا، حرام، لا نسأل عليهم. لازم يكون علاقتنا مع والدنا والدتنا في افضل 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 علاقة بعد الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول لنا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تاني حاجة بعد الله تبارك وتعالى: الوالدين، والدي ووالدتي، اخواتي، اخبرهم ايه معاهم، هل انا بتعامل معهم باخلاق طيبة وبحسن نية وبضحكة جميلة وبنقعد قعدة لطيفة مع بعض، وان بعضهم يعني بيظهر اليك مثلا عكس اللي انت بتكنه لي من حب وتقدير وكذا وكذا وكذا، بس انت بتعامل ازاي؟ ده المهم. المهم زي ما قلت لكم، نفرق ما بين العبد والمفروض انت تتعامل معاه ازاي وما بين سلوكه تجاهك، دي مشكلته مش مشكلتك انت. حافظ على نفسك، حافظ على علاقتك مع عيلتك، هم دول السند بعد الله تبارك وتعالى. خلاص، فنحافظ عليها كويس جدا عشان دي بتدي اتزان نفسي وروحي كده. رابع ركن اللي هو الاتزان الاجتماعي: اخبار قرايبي معايا ايه، اصدقائي، المجتمع الخارجي، جيراني، اخلاقي مع الناس اخبارها ايه، هل انا متزن معاهم، هل انا بتعامل معهم بنفس المبدأ ونفس الرول اللي هي القاعدة اللي بتقول ان انا بتعامل في الله سبحانه وتعالى مع اي حد في الحياة، هل المبدأ ده هو اللي موجود ومش منتظر جزاء ولا شكرا من اي حد الا من الله تبارك وتعالى، حتى وان قبلت باذى نفسي او اذى لفظي او اي نوع من انواع الاذى، هل انا فعلا اهل ان انا ربنا سبحانه وتعالى يجازيني خير في الدنيا وفي الاخرة ولا ايه، ولا لسه احنا متمسكين بالايجو او الذات السفلى وان انا انتصر لنفسي ولكرامتي والكلام الكلام بتاع الشيطان اللي هو دايما كان بينتصر لنفسه ولذاته وكبرياءه على الله تبارك وتعالى. قمة الغباء اللي في الوجود كله، قمة الغباء فعلا. ها، هتبقى زي الشيطان ابليس ولا هتعفو وتسامح لوجه الله وتعرض عن الجاهلين؟
السوية وقلبك الطيب وعقلك الراقي، وان انت ما بتنزلش المستويات اللي في القاعة دي. لا لا لا، ما تنزلش بأخلاقك ولا مستواك الأخلاقي. الأخلاقي ليه؟ الشخصيات السامة دي اللي هي عايزة تجرك برضو للقاع بتاعها أو المستوى المتدني بتاعها من عدم الأخلاق وعدم التعامل في الله تبارك وتعالى. ها أخبركم إيه بعد الكلام ده؟ كل واحد يراجع نفسه، كل واحد يحط المبدأ ده في حياته. والله العظيم ممكن بنتعب شوية، أنا بقول لكم على المستوى الشخصي ممكن بنتعب لحظات، لكن والله 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 هترتاحوا راحة جميلة جدا بعد كده. الصبر على الأذى والكاظمين الغيظ. انت قادر ترد بس ما بتردش ليه؟ عشان حاطط ربنا قدام عينك، علشان حاطط تربية أبوك وأمك ليك طول حياتك، علشان حاطط أخلاقك اللي اتربيت عليها وأخلاق دينك قدام عينك. صدقني ده ثواب وأجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ما تفتكرش عدم الإساءة اللي انت بترد الإساءة بإساءة، ده ضعف. بالعكس، ده بيكون قمة 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 يعني والجلد، ويعني قوة قوة قوة، صدقوني قوة قوة. حتى وإن ظن الجاهلين إن هي بيكون ضعف وكذا، لكن هي قوة من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش هتحسوها إلا بعدين لما تشوفوا بقى ربنا وهو بينزل عدله في العبد اللي أذاك أو اللي أنت أحسنت إليه وأذاك. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. خلاص امشوا بالمبدأ ده هترتاحوا. بعد كده خامس ركن اللي هو الاتزان المهني بقى. تعالى بقى على الشغل، ايه اخبار الشغل معاك؟ بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في لقمة العيش اللي انت بتدخلها على جسدك، ثم على والدك ووالدتك، ثم على اولادك وزوجتك؟ ها ايه الاخبار؟ بتتقي ربنا فيه؟ بتشتغل بما يرضي الله؟ بتعمل اللي يملي عليك ضميرك بقدر المستطاع في شغلك؟ راضي؟ بتروح من شغلك كده وانت راضي الحمد لله، بتقول يا رب يا رب انا راضي الحمد لله على العمل النهارده، كان يوم جميل يا رب، ها الدنيا لطيفه، ها تمام، ولا ايه؟ ولا انت مقصر في شغلك؟ ولا انت عشان مديرك بيتعامل معاك معامله وحشه او مرتبك قليل فانت يعني ما بتعملش الواجب عليك؟ اصل غلط، ده حرام جدا جدا. ها ايا كانت الظروف، ايا كانت الضغوطات، اشتغل لوجه الله، اعمل لوجه الله، كمل عملك لوجه الله على أتم 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 جودة وأعلى جودة لوجه الله، عشان ربنا يبارك لك، علشان ربنا يزيدك من فضله ومن نعيمه. يا جماعة الخير، نتقي ربنا سبحانه وتعالى في رزقنا، في لقمة العيش اللي هناكلها احنا وعيالنا، نتقي ربنا فيها ونشتغل بما يرضيه هو مش يرضي عباده، اشتغل بما يرضي الله. خلاص انت ارتضيت بالمرتب ده وارتضيت في الشركة دي او في المكان ده اللي انت بتشتغل فيه، اشتغل بما يرضي الله وخلاص. صدقني ربنا هيعوضك خير، والله ربنا هيعوضك خير، بس انت تتقي ربنا وتخلي ضميرك قدام عينك، وتخلي ان انت لما بتشتغل بتشتغل لوجه الله. انا ببني بيتي في الجنة، قصري في الجنة، انا ببني قصري في الجنة، ما ببنيش انا في الدنيا خالص خالص. فالدنيا تمام يعني. طيب انت هل انت متميز في شغلك؟ هل انت بتسعى انك تطور من نفسك وتطور من قدراتك علشان تعلى في البوزيشن او الشغلانه اللي انت بتشتغلها؟ ها هل انت متميز؟ بتسعى انك تكون متميز دايما؟ طبعا لازم لازم ان احنا نكون متميزين، لان احنا الحمد لله مسلمين، بلدنا محتاجه لنا ومحتاجه الشخصيات الجميله اللي زيك او زيك، اللي عايزين ينموا ويطوروا بلدهم ويخلوا بلدهم افضل بلد في العالم كلها، صح ولا ايه؟ لما ناخد المفاهيم دي كلها كده ونحطها في الفعل ونخلي ربنا قدام عينينا، بص هتلاقي كل الاتزان النفسي كله. ضميرك حط ربنا قدام عينك، اتقي الله تبارك وتعالى، هتلاقي نفسك متزنة، وهتلاقي نفسك سبحان الله بحمده في سلام نفسي كده. تمام تمام طيب اخر حاجة الاتزان المادي. الاتزان المادي، اخبار الفلوس معاك ايه؟ بتفكر فيها كتير ولا هي مجرد وسيلة بتعيش بيها وخلاص وبتقربك من ربنا مش بتبعدك عنه؟ ايه الاخبار؟ طمنوني. احنا لو فكرنا في الفلوس، الفلوس للأسف زي الايجو او النفس الأمارة بالسوء،
بفضل وكرم وجود من الله تبارك وتعالى علينا في الدنيا إن شاء الله.